امبارح الحقيقه فرحه العيد كملت، الاعداديه الحقيقيه بقى وصلت بفوز ولا اهم للزمالك امبارح في واحده من اصعب مباريات الموسم، وهنقول لكم ليه صعبه، وهنتكلم معاكم طبعا عن قيمه اكتساب الثقه وحصد ثمار المخاطره. يا جماعه الفتره اللي فاتت نطلع من دروس مستفاده كتير كده هنتكلم عنها، بس في الاول لازم طبعا اعيد على زميلي العزيز احمد. كل سنه وانت طيب يا احمد ونهارك ابيض، وحب اعرف تفاصيل اجازه العيد كانت عندك عامله ازاي، سافرت ساحل عملنا حاجه ولا كل سنه وانت طيبه اولا وانت طيب كل سنه وانت طيبه وكل سنه وكل المشاهدين بخير، ومليون مبروك طبعا لجمهور نادي الزمالك. امبارح فوز مهم جدا في مباراه صعبه امام المقاولين العرب. العيد كان جميل جدا، كان حلو جدا، الناس كلها بتزور وبتاع، لكن هنبدا من حلاوه العيد في صلاه العيد. نادي الزمالك كان، انت ما رديتش على سؤالي قبل ما نروح لنادي الزمالك، عملت ايه في العيد؟ ما انا هقول لك اهو، صلاه العيد الاول ولا بقيه الايام العيد؟ طيب نروح لصلاه العيد الاول. نروح لصلاه العيد. صلاه العيد بقى كانت في نادي الزمالك، بقت عاده خلاص، وبقت عاده جميله جدا من اداره نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور بيفتح ابواب النادي، اعضاء الجمعيه العموميه موجودين متواجدين بالالاف داخل نادي الزمالك، طبعا ادوا صلاه العيد وكان جميل جدا بصراحه. الواحد يتمنى ان العاده دي ما تتقطعش، دي حقيقة. تجمع الناس بالعدد الكبير ده بالنظام ده حاجه بصراحه منظر، الالوان كمان حلوه كده والله بجد، يعني الصوره مبهجه قوي يعني. اعتقد انا لو كنت في القاهره كان ممكن اروح اعمل كده، عمري ما صليت صلاه العيد في النادي. هي جميله جدا وتجمع كبير جدا، وبصراحه بتبقى حاجه جميله جدا. ونادي الزمالك كمان ختمها في رابع ايام العيد بعد صلاه العيد وبعد التجمع الجميل ده. يعني البدايه كانت جميله وكلها خير وكلها زي ما احنا شايفين في الصور كده، حاجه مبهجه داخل نادي الزمالك وداخل جدران نادي الزمالك. كل سنه وكل الزملكاويه بالف خير وصحه وسعاده، وربنا يعيد الايام الحلوه دي بالخير على كل بقى المصريين يا رب ان شاء الله.